تستاهل الدروب ونسمو بفكر العقول بالذكر تنير القلوب. تذكر تفكر تأمل وسارع إلى النور وعمل بالعلم حياتك أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد عبر برنامجكم اليومي وذكر من هذا الجامع، جامع الشيخ زايد الكبير، وعبر هذه الشاشة، شاشة الإمارات. نلتقيكم وباستفساراتكم وأسئلتكم التي تصلنا عبر الأرقام التي تظهر إن شاء الله أمامكم في الشاشة، ونحولها بدورنا إلى ضيوفنا الكرام، من ضيوف سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وكذلك من علماء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. ويسعدني مع بداية هذه الانطلاقة أن أرحب بضيفنا في حلقة هذا اليوم، فضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد، الواعظ والمفتي بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله يا شيخ. حياك الله شيخ، الله يحفظك. حياكم الله شيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذه الأيام المباركة الطاعات وصالح الأعمال. آمين. اللهم آمين يا رب. وللجميع إن شاء الله. آمين آمين. شيخنا، حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان ضاعفوا أموالكم. المال شيخ نعمة من الله سبحانه وتعالى وزينة، كما يقول الله عز وجل في كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وبها يعني تتيسر أمور العبد، ويعني يحقق بعض متطلباته إن كان اليومية أو الشهرية لأسرته وكذلك لنفسه. تحدثنا شيخ حول أهمية هذه النعمة والمحافظة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهداه. المال تكمن أهميته في أنه قوام الدنيا والدين، ولذلك هو إحدى الضروريات الكبرى الخمس التي جاءت الشرائع كلها تحض على المحافظة عليها وعلى إقامتها، ولذلك تنبني عليها كل مقاصد الشريعة الإسلامية على هذه الخمس، والمال من هذه الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض أو النسب. فالمال هو كما قلنا هو قوام هذا الدين وقوام هذه الدنيا، فكل أركان الإسلام لا تقام إلا بالمال. الحج يحتاج إلى المال، الصلاة تحتاج إلى المال، إقامة المساجد، شروط الصلاة تحتاج إلى المال، حتى الصيام يحتاج إلى المال. الركن الثالث من أركان هذا الدين وهو الزكاة، هذه تتعلق بالمال. فأهمية المال أنه كل أمور الحياة مرتبطة بالمال، وكذلك أمور الدين، مثلا صلة الأرحام، الإحسان إلى الآخرين، كسب الثواب، إصلاح ذات البين، هذه كلها دور المال فيها دور كبير. كذلك أمور الصحة، أمور الحياة، كذلك الإنسان سبحان الله يكف نفسه بالمال، يعف نفسه بالمال عن الآخرين. ولذلك نجد أن النصوص الشرعية جاءت تحضنا على المحافظة على المال، على كسبه والمحافظة عليه. حضتنا على كسب المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. ويقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. ويقول لي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنت دع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ونهانا عن إضاعة المال، قال تعالى:
ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، فحضنا على حفظ المال وصونه. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي هي قوام أموركم وصلاحيته. فأهمية المال في الدين والدنيا عظيمة ومعروفة. نعم. ننتقل شيخ لما ذكرت يعني من المال، هذا الركن الزكاة، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي كذلك هو نعمة لمن يأخذ من هذه الزكاة ويستفيد منها. ما هو مفهوم الزكاة بداية شيخنا؟ حقيقة الزكاة في اللغة تقال البركة والنمو والصلاح والتزايد والطهارة أيضا، هذه كلها بمعنى الزكاة. والزكاة اصطلاحا هو ذلك الجزء الذي أوجبه الله تعالى في مال الأغنياء للفقراء. هذه الزكاة هي أقدم وأجمل وأعظم نظام تكافل اجتماعي عرفته البشرية على مر التاريخ. سبحان الله. ولذلك الزكاة كانت موجودة في الشرائع السماوية قبل الإسلام. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فنظام الزكاة كان موجود، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وجاءت مقترنة بالصلاة في أكثر من 80 موضع في القرآن، وهذا ما يدل على أهميتها. نعم. لأن الصلاة هي عماد هذا الدين، فهي جاءت مقترنة بها في أكثر من 80 موضع في القرآن العظيم. فالزكاة هي ذلك الجزء الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في أموال الأغنياء إذا بلغت سقفا محددا وهو المسمى بالنصاب. إذا بلغت هذا السقف يجب على صاحب المال أن يخرج نصيبا جزءا منهم محددا معينا للفقراء والمساكين والمحتاجين. نعم. وحدد مصارفها في 8 أصناف. نعم. شيخنا، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذلك من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شر. نعم. يعني عجيب هذا نعم صحيح. الحديث شيخنا لو صحيح. يعني تبين معنى هذا الحديث وكذلك يعني مسألة من أدى هذه الزكاة ما هو يعني أجره عند الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل من أهمل وقصر في أداء الزكاة ماله. نعم. الزكاة هي لها فوائد دنيوية وأخروية. هي أولا تطهر نفس الإنسان من رذيلة البخل، وتنمي ماله تجعل فيه البركة وتحفظه من الشر، وهي أيضا تطهر قلوب الفقراء الذين يأخذونها من الحقد والبغض على الأغنياء والعداوة لهم، فهي تؤلف بين الأغنياء والفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أنها تطهر المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى زكاة ماله، الإنسان إذا أخرج زكاة المال فقد المال تحفظه الزكاة فينمو أمين الشر في هذه الحالة. معناه أنه مثلا يأمن من شرور حتى شرور العين، الناس الذين يصيبونه بالعين بكثرة ماله، أولئك الذين يضمرون له الحسد والحقد. هذه الزكاة تطهر المال وتحفظه من شر ذلك كله. في المقابل من لم يؤدي زكاة ماله أيضا ورد فيه وعيد عظيم. نعم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أن الإنسان إذا كان له كنز ولم يؤدي زكاته، كان لديه مال نقدي مثلا ولم يؤدي زكاته، ما من رجل له كنز لا يؤدي زكاته
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت الذهب والفضة صفحت صفائح من نار ثم أحمي عليها في نار جهنم يكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى هذه الأموال وهذه الذهب والفضة التي اكتنزها يعني وهذا ينسحب على كل الأموال النقدية وكذلك حتى الأموال الأخرى ما من صاحب إبل ولا غنم وفي رواية بقر لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها في قاع قرقر ثم جاءت أوفر ما كانت سمينة شحمها ولحمها أعظم ما كانت ثم تمر عليه كلما انقضت أخراها ردت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يحكم بين الناس فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار فالوعيد في ترك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وعيد عظيم كما أن الثواب عليه أيضا عظيم فينبغي الإنسان أن يحافظ على إخراج هذا الجزء لمستحقه نعم. أحسن الله إليكم شيخ أذكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أنه يمكنهم إن شاء الله التواصل مع برنامج وذكر بأسئلتهم الشرعية إن شاء الله تعالى عبر الأرقام التي تظهر أمامهم أسفل الشاشة إن كان من داخل الدولة أو خارجها ويجيب عليها إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد الواعظ والمفتي بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف شيخنا لا شك أن السيرة كذلك سيرة يعني الصحابة رضوان الله عليهم ملأة بالقصص التي تبين كيف كان يسارعون رضوان الله عليهم في مسألة الصدقات ودفع المال وكذلك في دفع مال الزكاة الذي هو حق لي يعني من هو ضمن مصارف الزكاة لا شك أن المسارعة إلى أداء الزكاة هذا من الواجبات ولا يجوز تأخير الزكاة وكذلك المسارعة إلى الخيرات كلها ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويقول سبحانه وتعالى في الحث على المسارعة في الخير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هم المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون والإنفاق آكده وأهمه وأوجبه الزكاة فالمسارعة إلى الزكاة واجبة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فالآيات التي تحث على المسارعة كثيرة وكذلك القصص التي فيها المسارعة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عتبة بن الحارث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمدينة فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى حجر نسائه ففزع الناس تعجبوا ما الذي حمله على ذلك في أنهم ثم رجع إليهم فقال تذكرت أنه تذكر ذهب كان عنده فأردت أن أقسمه قبل أن يمسي لا أحب وأنا لا أحب أن يبيت في بيتنا وأن يمسي عندنا مسارعة حتى لم يكمل التسبيح بعد الصلاة سارع إلى توزيع هذا الذهب على الفقراء فالمسارعة إلى الخير هذه ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسارعون بالزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء الساعي هنالك أحد الصحابة يسمى عبد الله بن أبي أوفى كان أول ما تحين الزكاة يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث السعاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على آل أبي أوفى أي بارك عليهم
كان يقول. فالمسارعة إلى فعل الخير هذا شيء عظيم، الإنسان يسارع إليه. وبعض الناس يقسط الزكاة في طيلة السنة بعد وجوبها، لا يجوز ذلك. الزكاة إذا وجبت يجب على الإنسان أن يوصلها إلى مستحقها فورا، ولا يجوز له تأخيرها إلا قدر ما يرتب فيه الأمور. يعني مسألة التأخير، يعني بعض الشيخ مثلا يعني يتحين أو يعني يوقت الزكاة حتى تكون في شهر رمضان. لا، حتى إذا حال حول قبل رمضان لا يجوز أن ننتظر رمضان، لكن إذا كان الحول يكمل بعد رمضان يجوز أن نقدم الزكاة. إذا متى ما حال الحول؟ لا بد، لا يجوز تأخير إلا لعذر لم يستطع. هذا من المسارعة أليس كذلك؟ هذا من المسارعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. طيب شيخنا، نبدأ الآن إن شاء الله فتح المجال للاتصالات الهاتفية، ونبدأ باستقبال أولى الاتصالات من مريم. حياة الله أختي مريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بغيت أكلم الشيخ. نعم نسمعكم، تفضلي. عندي يا شيخ أربع أسئلة. ما شاء الله، أول باختصار جزاك الله خير. نعم. زكاة الذهب، أنا عندي ذهب بس ألبسه، يعني مش يعني مخزنة، إن عندي ألبسه بين فترات. طيب. يعني عليه زكاة ولا لا؟ وثاني سؤال زكاة المال، يعني عندي تقريبا من 25 حاطتنا، بس يعني أسحب منه في السنة أو أحط بيزات أو أسحب منه، يعني أحرك الفلوس ما يكون ثابت، فهيكون عليه يعني زكاة. وثالث سؤال يعني يعني يوم بقرأ القرآن لازم أكون يعني لابسة شيلة، يعني فرض ولا سنة؟ يعني يجوز يعني أقرأ القرآن بدون شيلة يعني؟ طيب. وآخر سؤال اللي هو عفوا، في الدورة الشهرية يعني عادي أقرأ القرآن وأنا لابس القفاز، يجوز؟ إن شاء الله تسمعين الإجابة. أيوة. يا أختي مريم. أوكي. وأنتقل لاتصال من إيهاب. نعم إيهاب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين خفاف إن شاء الله بإذن الله بخصوص الزكاة. نعم. زكاة المال. السؤال الأول، أنا السنتين اللي مضوا، السنة اللي فاتت واللي قبلها، لم أصل النصاب في المال لأني ما كان عندي دخل ثابت من الشغل. حلو. السنة دي والحمد لله والفضل لله سبحانه وتعالى. نعم. وصلت للنصاب. فأنا سؤالي للشيخ والحضرات، هل بزكي عندما يحول الحول علي لهذه السنة وللسنوات الماضية، أم فقط للسنة التي وصلت فيها النصاب؟ واضح. نعم. هذا أول سؤال. السؤال الثاني، لو أنا حابب أطلع زكاة الفطر بإذن الله بس في دولتي مش في دولة الإمارات، هل بطلعها بنفس القيمة اللي هي العشرون درهم بس في الدولة عندي، ولا بطلعها في القيمة اللي الدولة عندي حطتها؟ طيب ويجزيكم الله كل خير. بارك الله فيك. تسمع الإجابة أخي إيهاب. بارك الله فيك. طيب اتصال آخر معنا، محمد تفضل. يا محمد. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عليكم الشهر إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. طال عمرك بسأل الشيخ، أنا كان عندي ألم في الجهاز الهضمي وتوجهت للمستشفى، وقال لي الدكتور لابد أن نسوي الأشعة، والأشعة يحتاج إلى شرب دواء معين لإكمال الأشعة. طبعا فطرت في هاليوم، شو الواجب عليه في هذا الشهر؟ من إجبار يعني، شو الواجب عليه؟ قضاء أم واجب عليه أفطار عنده؟ لأن أنا كنت خايف، فقال لي لا بد أنك تدخل في الأشياء ولا بد أنك تفطر في هذا اليوم. طيب. سؤال الثاني طال عمرك، هل يجوز للمرأة أن تأكل حبوب لوقف الدورة الشهرية عشان تكمل شهر رمضان كاملة، وهل له تأثير عليها؟ إن شاء الله خير. تسمع إن شاء الله الإجابة يا أخ محمد. وأنتقل لاتصال من وليد. نعم أخ وليد حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك طيب؟ بخير وسهلا الله يسلمك. مبروك عليكم إن شاء الله مبارك. بارك فيك إن شاء الله ويسلمك، تفضل. طال عمرك عندي سؤال، طال عمرك كم زكاة الفطر؟ إن شاء الله تسمع الإجابة. جزاك الله خير. حياك الله يا أخوي وليد. وأنتقل لاتصال محمد. نعم. حياك الله يا أخوي محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ هلال؟ بخير وسهلا يا أخوي محمد، تفضل.
فضيلة الشيخ عبد الله، شو اخبارك؟ طيب الحمد لله، الله يحفظك ويعافيك. مرحبا. نعم. سؤالي الله يطول لي اعماركم. نعم. عن هذا الآية في سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. فمنو يقصد ربنا سبحانه بالذين من قبلكم؟ منو هاي له؟ طيب. تسمع الإجابة يا أخوي محمد. ذاك. وانتقل لاتصال ام سعيد، اخر اتصال في هالفتره ان شاء الله. تفضل يا ام سعيد. السلام عليكم هلال، مبروك عليك الشهر. الله يبارك فيكم يا ام سعيد، حياكم الله. الله يسلمك يا شيخنا، مبروك عليك الشهر يا شيخ. وعليكم يا رب، الله يحفظكم. نعم. تفضل يا ام سعيد. سؤالي الله يسلمك، بالنسبه لصلاه التراويح احيانا مثلا يوم كانت مكمل يوم عندي مشكله في المعده. وأنا متعودة طبعا أصلي، ما أصلي في المسجد، أصلي في البيت متعودة يعني. فيوم صليت صليت أربعة، يجوز يعني أني مثلا أقصر من التراويح عادي؟ وبعدين السؤال الثاني. نعم. بالنسبة لزكاة الفطر يجوز أن يعني أدفع فلوس أو طعام؟ لأن حين الناس ما تأخذ طعام، الفلوس أقول أفضل يعني. بس هذا، جزاكم الله تسمعين خير. الإجابة يا أم سعيد، بارك الله فيكم. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر من الأسئلة حاليا مشاهدينا الكرام، بعد الإجابة عليها إن شاء الله نعود لاتصالاتكم. شيخنا، نبدأ أولا بالأخت مريم، عندها أربع أسئلة تسأل عن زكاة الذهب. أولا تقول الذهب ملبوس بالنسبة لها، وهنا أيضا سؤال شيخ، مسألة ذهب إن كان ملبوسا أم للادخار؟ الحقيقة أن الذهب المعتبر فيه القصد من تملكه، إذا تملكته المرأة بقصد اللبس والزينة هي في نفسها الحامل لها على شراء هذا الذهب أو تملكه، سواء كان بهبة أو أي وسيلة، إنما تريده أرادته وقصدت به التزين. في هذه الحالة جمهور العلماء أنه لا زكاة فيه، سواء لبسته أو لم تلبسه، تلبسه بعد سنة، تلبسه في مناسبات معينة، تلبسه مرة إذا دعت الحاجة، مرة لا تلبسه، لا حرج عليها في ذلك. لا يشترط في الذهب، ذهب الحلي المتخذ للزينة، لا يشترط في سقوط الزكاة فيه أن يكون ملبوس كل سنة أو كل مرة، لا. حتى ولو تركته فترة لا تلبسه لكن ما زالت قصدها لبسه عند الحاجة أو في الأوقات التي ترى هي أنها مناسبة للبس. نعم. ما دام كذلك لا زكاة عليها فيه عند أكثر العلماء. لا شك أن السادة الأحناف استنادا على أحاديث وردت في الموضوع يرون وجوب الزكاة في الحلي. نعم. فمن أراد أن يأخذ بذلك لا حرج عليه، لكن عموما الفتوى أن الزكاة لا تجب في الحلي، وهذا ما عليه ثلاثة من الأئمة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. وقد ورد عن جماعة من الصحابة، منهم عائشة رضي الله عنها، فكانت وصية على بنات أخيها عبد الرحمن وكان لهن ذهب حلي. نعم. فما كانت تخرج زكاة ذهبهن. وكذلك جابر بن عبد الله، وكذلك ابن عمر، كان لهم بنات وجواري نساء مثلا. نعم. كنا يتحلين بالذهب وما كانوا يخرجون الزكاة. كما قال الإمام أحمد إنه روي عن عشرة من الصحابة أنه لا زكاة في الحلي. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. طيب إن شاء الله تبقى الكثير من الأسئلة شيخنا، لكن إن شاء الله نكمل الإجابة عليها بعد أن نتوقف إن شاء الله تعالى في فاصل قصير معكم مشاهدينا الكرام، بعده نعود لما تبقى من حلقة هذا اليوم من برنامجي وذكر. بالعلم تضيء الحياة، به تستهل الدروب، ونسمو بفكر العقول، بالذكر تنير القلوب. تذكر بالعلم تضيء الحياة، به تستهل الدروب،
نسمو بفكر العقول بالذكر تنير القلوب. تذكرت فكرت. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى عبر هذا البرنامج، برنامج وذكر رفقة ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الله محمد الحامد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله شيخ عبد الله. الله يحفظك. ونرحب لا شك باتصالاتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، فحياكم الله جميعا. شيخنا، كان عندنا يعني عدد من الأسئلة، وكنا بدأنا بالإجابة على سؤال الأخت مريم الأول، والآن السؤال الذي يليه وسؤالها حول زكاة المبلغ الذي عندها 25,000 لكن تقول متحرك طوال السنة، فكيف تتعامل معه في مسألة الزكاة؟ يعني مرة يزيد مرة ينقص. في هذه الحالة الأولى للإنسان حتى لا تختلط عليه الأحوال وتلتبس عليه، الأولى أن يأخذ يوم من السنة ليكون مثلا 15 رمضان أو أي يوم يجعله يوم زكاة كل سنة. إذا حان هذا اليوم من السنة شيك على الحساب، المبلغ الموجود في الحساب يزكي ويرتاح، هذا أولى وأحسن. يعني لا يتابع المبلغ طوال السنة. لأنه إذا فعل ذلك تلتبس عليه الأحوال. أحياناً يبلغ النصاب وأحياناً قد يكون كل شهر يكون عنده حول، وهذه مشكلة. إذن العبرة في حولان الحول هذا. لكن دائماً لابد أن يكون باقي في الحساب دائماً طيلة السنة نصابه هو الحين ما يزيد على 12,000 درهم. يعني السنة الجاية تاريخ 15 رمضان مثلاً أذهب وشيك على اللي في الحساب. صحيح. إذا كان 12,000 درهم فأكثر أزك. أحسن الله عليك شيخ. قراءة القرآن هل يلزم لبس الحجاب معها شيخ؟ لا يلزم، لا الحجاب بالنسبة للمرأة لا يجب عليها أن تلبسه لمجرد قراءة القرآن، لكن فقط يستحب للقارئ أن يكون على أكمل حالة، على طهارة بالحجاب بالنسبة للمرأة، مستقبل القبلة، مستحضر تدبر الآيات، هذا من باب الكمال وليس شرط. أنها لو قرأت بدون حجاب قراءتها إن شاء الله كاملة ومأجورة. نعم. بارك الله فيكم شيخ. سؤالها الأخير كان حول أثناء العذر الشرعي استخدام القفازات في قراءة القرآن. والله من العلماء من قال بذلك، لكن الفتوى عندنا أنه الحائض يجوز لها أن تقرأ من حفظها أو من تطبيقات الهاتف أو الأجهزة، معنى القرآن الإلكتروني. نعم. الأجهزة الإلكترونية يجوز لها أن تقرأها حتى بدون قفازات. أما المصحف الورقي فالأولى أن تتركه طيلة الفترة ما دامت عندها بديل، والثواب نفس الثواب. نعم. الأجر نفس الأجر. ما في فرق. نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخ. سؤال الأخ إيهاب الأول ننتقل إليه. الشيخ يسأل يقول يعني طوال سنتين كان عنده مبلغ من المال لكنه لم يبلغ النصاب، وهذه السنة بلغ النصاب، فسؤاله يقول هل يزكي عن السنتين الفائتتين أم عن السنة هذه فقط؟ لا زكاة في المال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول بعد بلوغ النصاب. أما السنوات كلها اللي نقص فيها عن النصاب لا تجب عنها الزكاة. نعم. فإنما يزكيه إذا بلغ نصابا وحال الحول بعد بلوغ النصاب. طيب يسأل الشيخ سؤالها الثاني حول زكاة الفطر إخراجها خارج الدولة، هل يعني يسأل تحديدا عن المبلغ، يعني هو يقول 20 درهما، هل يزكي نفس المبلغ في الخارج؟ والله أعتقد ستكون 20 درهم محتاطة في الخارج لأنها محتاطة هنا أيضا. نعم، لأنه قد يكون الطعام أرخص هناك ونظرا لظروف البلد. زكاة الفطر نقلها إلى الخارج لا حرج فيه، خاصة إذا كان الفقراء هناك أحوج. أما إذا كانوا ليسوا أحوج فالأولى إخراجها في البلد، في نفس البلد. إيه نعم. نعم. نعم فهذا هو الأولى. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. محمد شيخ يسأل عن أن كان عندها ألم في الجهاز الهضمي، يعني قال لها دكتور حتى يعمل أشعة لازم يعني يشرب دواء، فأفطر ذلك اليوم. نعم طبعا، لأنه الإنسان هذا من باب المرض وهذه الحالات العذر فلا حرج فيها الإفطار والقضاء بعد رمضان. نعم. السؤال الثاني حول يعني استخدام المرأة لحبوب منع الدورة.
حتى تكمل صيام رمضان؟ والله هذا العلماء لا يحبذون استعمال هذه، لأن غالباً تكون عندها تأثير ما على الصحة وتسبب خلبطة في الدورة، يلتبس على المرأة وقت الصلاة وقت الحيض والاستحاضة، فالأولى عدم استعمالها. لكن لو استعملتها المرأة لا يحرم، وفقط من باب الأولى. لو استعملتها المرأة وارتفع عنها الحيض أو لم ينزل أصلا الحيض فهي طاهر، تصوم وتصلي. نعم، أحسن الله ليكم شيخ. الأخ وليد يسأل عن مقدار زكاة الفطر. مقدار زكاة الفطر هو تقريبا 2.5 كيلو من الرز، حدود 2 كيلو أو 2 كيلو وزيادة، بعضهم يقول 40 جرام، بعضهم يقول، على كل حال هذا بحسب النوعية. نعم، قد يزيد وقد ينقص. أكثر شيء يبلغه 2.5 كيلو. نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخ. الآن نعود للمكالمات الهاتفية. شيخ معنا أبو مبارك. أبو مبارك حياك الله. أبو مبارك السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو مبارك. حياك الله، تفضل سؤالك. عندي سؤال. نعم. أنا صليت تراويح في بيت الله، ما يسمعني؟ أسمعك. أربع صوت. أسمعك يا أبو مبارك، أنت على الهواء، جزاك الله خير، تفضل. نعم. أنا حتى أصلي التراويح مع الإمام لكن ما أوتر، لأني أصلي في الليل. أصلي الشبع أصلي معهم بس الوتر ما أصلي. بعدين من زمان أنا سنين. طيب. بعدين قال لي واحد لا ما يصير، لازم تكمل مع الإمام، كمل تسلم مع الإمام، وبعدين في الليل لما تصلي لا توتر، صلي لك كم ركعات ما تصير لا توتر. قلت له لي ندري يعني عرفه إن من أوتر ما في صلاة بعد. نعم نعم، طيب، واضح واضح السؤال. تسمع الإجابة يا أبو مبارك؟ الإجابة نعم. تسمع الإجابة. أسماء من الأردن معنا، تفضل يا أختي أسماء. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ هلال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. كيف حالك يا شيخ حامد؟ الحمد لله، الله يحفظكم ويعافيكم. يسعدك ويرفع قدرك يا رب. يا شيخ بدي أسألك الحين، عشان رمضان يوم العشر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، يا شيخ أي الأول، الرحمة والمغفرة؟ والسؤال الثاني، في قال لي شيخ الناس أول الأيام عادي يعني هيك بتطنش وتقول خلاص بالعشر الأواخر يعني الله بيعتقنا من النار، نجمع كل حاجة فيها. ويا شيخ إذا طلعت على العمرة وهيك لا تنسانا من دعائك. واضح واضح السؤال شيخنا، يعني ما يقال شيخ أن أوله رحمة وآخره عتق من النار وفي منتصفه رحمة. أيوة. أو مغفرة. نعم. أيوة أيوة. تسمعين إن شاء الله الإجابة يا أختي أسماء. بارك الله فيكم. نعم، سعيد تفضل يا سعيد. السلام عليك أخي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. بس خصفك فضيل بسأل الشيخ طال عمرك، إذا أنا عندي وقت تذكر تمام؟ نعم. لأن أنا البارحة كان الإجابة ما سمعت من عند الشيخ الثاني، بس هل يجوز أعطي حق الفقير كل واحد للفقير 20 درهم؟ يعني أنت سألتنا قبل يومين كأنك يا أخوي سعيد؟ أي سألتك قبل يومين ما سمعت من عند الإجابة من عند الشيخ الصحيح. ما سمعت الإجابة. طيب بس طيب. أنا شو أنا نعم. عندي ضغط السكر تمام. نعم. بس أنا بعرف هو يعني هل يجوز أعطي كل واحد يتيم 20 درهم مثلا، أو أعطيه مثلا التمر مثلا، هل يجوز أعطيه التمر القم يعني. التمر هذه. طيب، هو شيخنا كلمنا الأخ سعيد سابقا أنه لا يستطيع الصوم. نعم، فهذا سؤاله. نعم، ما مشكلة إن شاء الله. بس أنا بس هو يسأل عن إطعام الفقير. إطعام. نعم، تسمع الإجابة يا أخوي سعيد، تابعنا. يعطيك العافية. أهم شيء تسمعنا اليوم، مب يعني بعد ما تسمعنا اليوم تتصل يوم ثالث. لأن أنا شو لأن أنا ما داخل الشيخ الثاني ما أعطاني الجواب صح. طيب طيب، إذا أنا بهذا شو يرد علي هذا. طيب طيب ما شاء الله. طيب تسمع الإجابة يا سعيد. معانا أبو راشد، تفضل يا أبو راشد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، وأنت بخير إن شاء الله. بخير وصحة وسلامة. في عندي واحد سؤال. أنا نعم. في بعض من الناس يوم يصلي معه والسجود يعني يتأخر في السجود ومطوى قال التحيات وهو ساجد يمكن دقيقة دقيقتين نظل ونسب عم بيصفوف، هل هذا يجوز؟ طيب تسمع الإجابة يا أبو راشد. يلا بارك الله فيك.
في اتصال آخر؟ ما هي طول عمرك. طيب ننتقل للسعودية مع اتصال من فيحان. تفضل يا فيحان. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان أكلم الشيخ الله يحييك. يسمعك يا أخي فيحان. تفضل. الله ينفع بعلمك يا شيخ. ودي أسأل بالله هل يجوز الاحتفاظ بصورة والدتي المتوفية؟ وأبغى الشيخ يدعي لها ومات المسلمين بالله. رحم الله الوالدة إن شاء الله. جزاك الله خير. اسمع الإجابة. شكرا شكرا. بارك الله فيك. طيب في اتصال؟ نكتفي إذن بهذه الأسئلة بين أيدينا حاليا. كنا توقفنا شيخ عند سؤال الأخ محمد حول آية الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يسأل من قبلنا يعني أو من ما المقصود بهذا؟ المقصود من قبلنا هم الأمم السابقة مثل قوم عيسى قوم موسى. هذه الأمم الأنبياء الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بالصيام. نعم. وكان واجبا على أممهم كما كان واجبا علينا. لكن قد يكون صيامهم يختلف عن صيامنا في الوقت وفي تحديد الأوقات، لأنه صومهم كان ما بعد صلاة العشاء تقريبا قبل النوم بعدما ينام الإنسان، وهذا كان موجود في أول الإسلام. كان إذا نام الإنسان خلاص لا يجوز له الفطر طيلة الليل، بقية الليلة بعد النوم لا يجوز له تناول أي مفطر حتى يفطر من الغد. لكن نسخ ذلك فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأمم السابقة كان صيامهم أطول من صيامنا، وقد يكون أيضا في غير شهر رمضان. فالتشبيه هنا إنما هو في الوجوب، أنهم فرض عليهم نوع من الصيام كما فرض علينا. بعض العلماء قال كان واجب عليهم هو صيام عاشوراء فقط. بعض العلماء. بارك الله فيكم شيخ. انتقل لسؤال أم سعيد شيخ، يعني تقول هي تعودت تصلي التراويح في المنزل 8 ركعات، لكن تعبت في يوم الأيام يعني بسبب المرض فصلت 4، فهل هذا جائز؟ نعم لا حرج في ذلك. هو قيام رمضان هو مستحب وليس واجب. نعم. التراويح هي قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام الأولى أن يكون أقله 8 ركعات، لكن لو عجز الإنسان فصلى أقل إن شاء الله يكتب له حتى أجر 8 ما دام تعذر عليه الإتيان بها، وكان يريد أن يصلي 8 ركعات لكن تعذر عليها ذلك، إن شاء الله مكتوب له حتى أجر 8. صلى الله يتقبل منها إن شاء الله. شيخنا السؤال الثاني كان عن زكاة الفطر. هل تخرج مالا أم طعام؟ هو الأصل إخراجها طعام، مثلا تخرجها من الرز أو كذا، لكن لو أخرجتها مالا نقديا لكان ذلك مجزئا إن شاء الله. لو أخرجت 20 درهم على الفقير مقابل الفطرة لا حرج في ذلك، يجزئها. وطبعا الأفضل، طبعا الأصل أنها هي طعام، والأصل هو الأفضل دائما. نعم. بارك الله فيكم شيخ. أبو مبارك شيخ يسأل يقول يعني هو تعود أن يصلي التراويح مع الإمام، لكن ما أن يصل إلى الوتر يعني يترك فيصلي لاحقا في الليل يوتر يعني، لكن أحدهم قال له يعني أن لا، يجب عليك أن تتابع مع الإمام فتصلي الوتر، وبعدها إن أردت أن يعني تصلي قياما لا توتر. لا أحسن، ما في مشكلة أن يترك الوتر ما دام ينوي الصلاة من الليل، فترك الوتر أولى. لا شك أن الطرف الآخر له حجته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. لكن أيضا هناك نهي عن التنفل بعد الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لا، هو ليس نهيا، هو أمرا بتأخير الوتر. قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا كان الإنسان ما زال ينوي التنفل الأولى والأفضل أن لا يوتر مع الإمام حتى يصلي ما أراد أن يصليه من آخر الليل أو في بيته، ثم يوتر بعد ذلك. ولو أوتر مع الإمام
وأراد أن يقوم الليل بعد ذلك وقام في بيته فإنه لا يوتر مرة ثانية، يكتفي بالوتر الأول. لكن الوجه الذي يفعله الأخ هو الأفضل حتى لا يقع في مصادمة الحديث. يعني هو هل يترك الإمام شيخ، أم يعني يبدأ الوتر مع الإمام ثم يكمل؟ إن شاء كل منهما لا حرج في ذلك، إن شاء ترك قبل الوتر. مالك رضي الله عنه كان يصلي معهم التراويح في المسجد النبوي، وكان في بعض المرات يأمهم من يوصل الوتر. قال مالك: أما أنا فلا أوتر معهم. كان إذا قام الإمام الوتر انفصل عنه، فلا حرج في ذلك. كذلك الوجه الذي ذكرت، يصلي الوتر مع الإمام، فإذا سلم الإمام يشفع بركعة، يأتي بركعة ويذهب ويصلي ما شاء في بيته ثم يوتر، لأنه لم يوتر مع الإمام، لأنه شفع ركعة الوتر مع الإمام، فلا حرج في ذلك. أحسن الله عليكم شيخ. أسماء من الأردن شيخ، يعني ذكرت يعني مسألة أن أوله رحمة، هذا الحديث ضعيف حقيقة، لكن رمضان شهر بركة والرحمات تتنزل فيه والعفو يتنزل فيه والعتق من النار وارد في الحديث، كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. أما الحديث الذي يقسم العشرات، لا، هذا حديث ضعيف، لا يصح، لا يصح. أما هذه الأمور كلها موجودة في رمضان، لكن على الإنسان أن يبدأ المحافظة على رمضان والجد في رمضان من أول يوم من رمضان حتى انتهائه، خاصة في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر الأواخر شد الميزر. أحسن الله إليكم شيخ. أنتقل إلى أخ سعيد، يعني كان طرح السؤال سابقا في حلقة، ويعني في البداية قال يبدو أنه لم يسمع، ثم يعني ما فهمته أنه سمع الإجابة. هو كان سؤاله عن الضغط والسكر ومسألة المريض، مريض السكر يستشير الطبيب. مهم جدا شيخ استشارة الطبيب. مهمة جدا، يعني لأنه سبحان الله، لا قدر الله، لو حاول الصوم يوم منخفض السكر أو شيء في خطورة شديدة، يستشير الطبيب، فإذا أخبره أن الصوم يشكل عليه أي خطورة عليه أن يفطر. إذا كان ما زال في مراحل عادية من السكري، ويرجى في المستقبل أن يتمكن من القضاء، لا إطعام عليه. أما إذا كان في مرحلة متقدمة والغالب أنه لا يستطيع الصوم في المستقبل، في هذه الحالة يستحب له، ولا يجب، يستحب له إطعام مسكين عن كل. ولو لم يطعم شيخ؟ لو لم يطعم لا إثم عليه، إنما يستحب له فقط إطعام مسكين عن كل يوم، سواء كان أعطاه طعام أو يعطيه النقود، 10 دراهم عن اليوم الواحد، 10 دراهم فقط عن اليوم الواحد. أحسن الله إليكم شيخ. أبو راشد شيخ يقول، يعني هناك صورة تتكرر عند البعض أن يعني يصل الإمام إلى التشهد والبعض لا زال ساجدا، يعني لا ينبغي ذلك، هذا لا يجوز. ومتابعة الإمام واجبة وينبغي أن تكون على الفور، بقدر ما يصل الإمام إلى الركن نتبعه. أما أن يطمئن الإمام في الركن ونبقى في الركن الذي قبله، هذا فيه نوع من مخالفة الإمام ولا تنبغي، لا تجوز. أخ سؤال شيخ من السعودية، الأخ فيحان يسأل عن مسألة الاحتفاظ بصورة الوالدة رحمها الله. والله هذه الصور التي تكون بالأجهزة، مثلا بالكاميرا، هذه الصور الفوتوغرافية، هذه لا نرى أنها مثل الصور المعمولة باليد أو المرسومة، هذه ظل تحبسه الآلة على الشيء، على الجرم، ورق أو أيا كان، ونرى أنها لا حرج في الاحتفاظ بها إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخ. نعود شيخ للحديث حول الزكاة، وسبحان الله يمكن بدأنا الحديث حول الزكاة وجاءت أغلب الأسئلة حول الزكاة. حول الزكاة، صحيح. نعم. شيخنا يعني لدولة الإمارات العربية المتحدة جهود عظيمة في يعني مسألة تنظيم الزكاة وتيسير الأمر على المزكين. هناك يعني شيخ صندوق الزكاة والهلال الأحمر
في مسألة مثلا زكاة الفطر وغيرها، هناك جهات أخرى أيضا معتمدة. فحدثنا شيخ عن هذه الجهود جزاك الله خير. والله هذه جهود رائعة وجهود مهمة، وهي جهود في محلها، لأنه الدولة مطلوب منها شرعا أن تضع جهاز لموضوع الزكاة خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب السعاة، والسعاة يجمعون الزكاة، تدفع لهم زكاة الناس، وهم يتكفلون بتوزيعها وإيصالها للفقراء. وهذا دور صندوق الزكاة في أبوظبي هنا، هذا هو نفسه الساعي الشرعي اليوم الذي من دفع له الزكاة تبرأ ذمته بلا خلاف. أنت إذا دفعتها لإنسان قد تكون أصبت وقد تكون أخطأت، صحيح، هل هو مصرف أو غير مصرف، لكن الجهة الرسمية التي عينها ولي الأمر لأخذ الزكاة من أصحاب الأموال وتوزيعها، مجرد أنه صاحب المال يدفع لها برئت ذمته إجماعا. أصابوا وأخطأوا ما يعني، لا يعني الإنسان، مجرد أني أدفع للساعي أو الجهة المخصصة لاستقبال الزكوات تبرأ الذمة. وهذا شيء عظيم. الحين الإنسان يأخذ زكاته ويدفعها لصندوق الزكاة وخلاص انتهى الأمر. والله هذا شيء مريح وخدمة عظيمة. هناك المواقع، الموقع الإلكتروني، وهناك كثير من أحسن طرق الدفع متعددة، والإنسان له خيارات. وهذه الخدمة جزاهم الله خيرا، والله خدمة مريحة للجميع، جزاهم الله، ومعينة على أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. بارك الله فيكم شيخ. تسمح لنا شيخنا نستقبل عدد مكالمات في ختام هذه الحلقة. معنا من تونس أسمهان، تفضل يا أختي أسمهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورمضان كريم على أهلنا وأحبابنا في الخليج الكل. بارك الله فيكم. أعيشك. الإنسان لما يعطي زكاة بيعطي زكاة معناها حتى ولو قليل، معناها هذه بتسر يعني على قد جهده. هذه ما السؤال مرة ثانية أختي أسمهان. أنا لما أعطي شيء يعني على قد جهدي، معناها إنسان يعني تسمى زكاة؟ يعني أعطي ملبوس ولا لباس ولا أعطي شيء، معناها هل تعتبر زكاة يعني؟ كيف زكاة؟ طيب إن شاء الله تسمعين الإجابة يا أختي أسمهان. تسمعين الإجابة يا أختي أسمهان. إن شاء الله. وحتى الدعاء به يعني الإنسان المخوه المسلم يعني ندعي الإنسان يعني دعاء في رمضان، دعاء الخير للمريض ولا شيء يعني واضح. يعني يتقبل ربي إن شاء الله خير لي ولي. نعم ربي يتقبل إن شاء الله. طيب إن شاء الله الله يحفظ أمة محمد يا آمين. رب العالمين. آمين. يا رب بارك الله يا فيكم. رب شكرا. حياكم الله. شكرا يا رب. شكرا. عبد الرحمن معنا، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك، تفضل سؤالك يا عبد الرحمن. دور الشيخ على هذه الإجابة الطيبة، بارك الله فيك. نعم. عندي سؤال فيما يخص التراويح بالنسبة للإمام، يعني صلى ركعتين وقام للثالثة، والمأمومين قالوا له مثلا قالوا له يعني فتح الله هو مرجع يعني كمل الرابعة، هل يجوز أم لا يجوز؟ واضح السؤال شيخنا. قام للثالثة وسبح حوله ولم يرجع وكمل الرابعة. طيب نعم. طيب تسمع الإجابة، بارك الله فيك، تابعني عبد الرحمن. يعني جزاك الله خير. بقى تقريبا دقيقتين شيخ. أول شيء سؤال أختنا أسمهان من تونس، يعني ما فهمت شيخ أن لو كان المبلغ يسيرا هل تعتبر من الزكاة أم صدقة؟ وكأنه السؤال ما اتضح عندنا. نعم أنا ما فهمته. ما فهمت أنا الذي فهمته شيخ أن لو كان أي مبلغ من المال وتصدقت به، هذا المبلغ اللي تصدقت به يكتب لها صدقة تطوع. الزكاة تختلف. لأن الزكاة تختلف، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال الإنسان يملك نصاب، فيجب عليه أن يخرج منه نسبة معينة. أما إذا كان لا يملك نصاب فكل ما يتصدق به في رمضان فهو صدق التطوع، يكتب له أجرها إن شاء الله تعالى، والصدقة في رمضان تضاعف. مضاعف أجرها، فهي مأجورة إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منها إن شاء الله. آخر سؤال شيخ من عبد الرحمن. الإمام الذي يعني نبه ولم وأقل. نعم الإمام إذا قام إلى الركعة الثالثة إذا نبهه قبل عقد الركوع كان المفروض أنه يجلس ويتشهد ويسلم.
ويسجد بعد السلام، لكن إذا لم يرجع وأتى بالثالثة يتعين عليه كما فعل الإتيان بالرابعة. فإذا جاء إذا كمل الرابعة وتشهد عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام، لأنه نقص السلام بين الأربع ركعات. كان المفروض أن يسلم بين الأربع ركعات فلم يسلم، فترتب عليه بذلك السجود قبل سجود السهو قبل السلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، يعني وصلنا معكم للختام، وكان الحديث حول الزكاة ما شاء الله عدد كبير من الاتصالات كان لها علاقة بالموضوع، وهذا يعني شأنه رمضان، يعني الناس تستفسر وتجيبون إن شاء الله تعالى دائما عليهم إن كان هنا أو كذلك المركز الرسمي للإفتاء. وصلنا للختام معكم فضيلة الشيخ، ونتقدم لك بالشكر الجزيل فضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد الواعظ والمفتي بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أحسن الله إليكم شيخ، وشكرا لكم أنتم كذلك مشاهدينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله تعالى يوم غد في نفس التوقيت وعلى نفس الشاشة. وختاما لكم تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم تضيء الحياة، به تستهل الدروب، ونسمو بفكر العقول.